اليوم وكل يوم بنلتقي معكم بإطار مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. كل التحيات لكل الأصدقاء متابعينا من بيروت ست الدنيا لكل العالم، وأهلا وسهلا فيكم. ضيفتنا اليوم بنلتقي معها بكل أيام السنة، ولكن بفترة الأعياد اللقاء معها بيكون في له نكهة مميزة، لأنه هذا اللقاء موسوم بالعطاء اللي بتشتغله من كل قلبها، وقت اللي بتسعى كل أيام السنة لإدخال البسمة على وجوه الناس المحتاجين، بتسعى لبلسمة جراح ناس كافحتهم الحياة ووجعتهم ووصلت لمرحلة مش كتير العيون نقول حرمتهم. بتسعى جمعية بسمة من خلال كل المعطيات أنه تكون هي حد كل الناس. واليوم بكل المعطيات رح نحكي مع ساندرا خلات عبد النور، مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان، عن إنجازات هذا العام وكل النشاطات والبرامج اللي عم تشتغل عليه. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. مرسي، ولألك ولكل المشاهدين. يعني طبعا ببداية اللقاء بدك تسمحي لنا يكون لنا اتصال مباشر مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال المحامي رشيد درباس، يلي بهمنا دايما من خلال كل المعطيات انه نواكبه بكل الإجراءات يلي عم بتقوم فيها الوزارة. ولكن بانتظار انه يتم اتصالاتنا، بحب اسأل عن علاقتك مع معالي الوزير بالعام الماضي مثل اليوم، كمان بالمقابلة صادف كان في اتصال وقال لك مبروك على جايزة. بهذه المرحلة اليوم كيف تقيم العلاقة مع وزارة الشؤون ستنا؟ العلاقة مع وزارة الشؤون كانت دائما جيدة. وإنما كانت دائما علاقة، يعني بيشجعونا، ودائما احنا طلعنا أفضل جمعية لبنانية بالعام 2015، وحبينا دائما نكون على هذا المستوى ونكون شغلنا بعد أحسن وأحسن بال 2016. نعم. بس علاقتنا أكيد دائما معنوية، ولا مرة كانت مادية. معنوية مادية، ولكن الكل بيراهن على المادي للاستمرار وبيطالب يعني بزيادة المخصصات الوزارية. وسؤال لو كان روتيني، من سنة لسنة بلاحظ انك بتشتغلي وبتقدمي وكل سنة عم بتسجلي نجاح اكثر من سنة بجمعية بسمة لبنان، قديش مهم نقول العنصر المادي ستنا في له دور باستمرارية وانجاح كل البرامج؟ اكيد، يعني في الواحد يكون عنده نية ويكون عنده الحب للعمل الاجتماعي، بس اذا ما في الماديات وما في الامكانيات مستحيل الواحد يستمر بهالعمل. يعني طب اليوم انجازاتكم انتم بال 2016 تختلف عن ال 2015؟ عم تتحسن، يعني عم تتحسن. انا تركيزي كان هالسنه على تحسين كل برامجنا، وهلا بنحكي عن الموضوع. الله يقويك. اسمحي لي اخذ اتصال من معالي الوزير المحامي رشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعيه في حكومه تصريف الاعمال. الو. الو، اهلين معالي الوزير، اشتقنا لك وبدي احييك انا ومدام ساندرا. يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه معالي الوزير، المساعدات اللي بتقدمها الجمعيات الخاصه يعني ترتكز على دعم وزاره الشؤون الاجتماعيه، والكل بيعرف اليوم قديش معاليك اشتغلت للبرنامج الوطني لاستهداف العائلات الاكثر فقرا في لبنان بهذه المرحله وبهالاطلاله وعشيه الاعياد، شو بحب يقول معالي الوزير؟ يعني رح اقول لك انه نحن برنامج الاستهداف الاسر الاكثر فقرا، نعم، يمكن هو من اكثر البرامج نجاحا. ولكن اذا بقول لك شو طموح اي وزير للشؤون الاجتماعيه، انه يجي اليوم الذي يعلن فيه الغاء هذا البرنامج. يا الله. لانه الحقيقه دعم الاسر الفقيره هو واجب، نعم، ولكن خلق فرص العمل هو الاوجب، وبالتالي كل المجتمع بيكون فيها العدد الكبير من الفقراء، هذا عار على جبين المجتمع، هذا تقصير المجتمع ذاته، تقصير من كل انسان، من الحكومه ومن المجتمع ككل. نعم. لهذا انا اقول ان هذا البرنامج يستهدف الان حوالي 300,000 شخص. يا الله. بس بالمقابل في 500,000 طلب، يعني في 500,000 شخص اعلنوا انهم من الاسر الاكثر فقرا، وهذا بحد ذاته شيء يدعو للخوف. نعم. وهذا طبيعي لما بتشوف انت نسبة النمو انحدرت من 9% لصفر، فهذا شيء طبيعي انك تشوفه، اضافة الى ما اصاب لبنان من ازمات من خلال الازمة السورية المتفاقمة التي لا نرى لها حتى الان افقا. نعم. بكل حال انا يعني بدي اتشكرك انك اتصلت فيني، لانه اذا نحن اخر يوم ان شاء الله بين الوزارة، وسنسلم وزيرا جديدا نتمنى. ليش هذا اليوم الاخير معالي الوزير تعتبره؟ انا اظن ذلك، يعني انا من تظن يعني تبشر بتاليف الحكومه. نعم، تبشر بتاليف الحكومه اليوم، يعني
نعم ان شاء الله، لانه كل العقبات يعني ذللت، وانا برايي في عقبه اكبر من كل العقبات. نعم. كيف يستطيع او تستطيع الطبقه السياسيه ان تخرج من مكامن وجودها الى ما يجب ان تكون في خدمه العامه؟ الفكر نعم. الاصلي هو كيف يمكن ان ندير دوله لكل الناس، نعم. وليست عباره عن تجمع الضعاف يشارك فيها التجار، فيها الاحزاب والجهات والزعماء. نعم. هذا هو المطلوب الان في هذه المرحله. انا اتمنى في العام الجديد وبمناسبه انتخاب فخامه الرئيس وتشكيل الحكومه، اتمنى لفخامه الرئيس النجاح، لدولة الرئيس عبد الحريري سرعة تشكيل الحكومة لكي ينطلق بمسيرته وهو رجل إنماء. للشعب اللبناني أتمنى له التماسك، وللشعب السوري أرجو أن يضع الله حدا لهذه المأساة التي لا ينجو أحد من العالم من عذاب ضميرها. معالي الوزير، اليوم انت يعني كنت لفتره وزير للشؤون الاجتماعيه، يعني وعم بتقول انت انه اليوم الاخير لك انت بالوزاره، يعني وبكل صراحه انت كنت توضع دائما النقاط بكل الملفات يعني على حروفها. يعني اليوم معنا اليوم نحن جمعيه بسمه، وكان هدفها يعني ادخال البسمه على كل المحتجين. قديش بتشعر انت الجمعيات الحقيقيه الفعليه يلي عم تشتغل معكم انتم كوزاره الشؤون، شو بتحب تودع وتقول لهم مع نهاية يعني عهدك بالوزارة كوزير للشؤون الاجتماعية ومع بدء فتح صفحة جديدة؟ أنا سأروي لك ما حدث معي مرة. يلا. أن وفدا برلمانيا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس البرلمان من المعارضة ومن الحكومة جاء إلى لبنان، وعندما بدأت أشرح له ما نحن فيه قال لي رئيس الوفد لو تعرضت إيطاليا لهكذا أزمات لغرقت في البحر. قلت هناك أعمدة ربما تكون غير منظورة يقوم عليها الكيان اللبناني، وأقصد في ذلك هذه الجمعيات الجدية العريقة وتلك المستحدثة القائمة على التفاني والبذل من أجل الغير. نعم. ولكن هذا لا يجعلني أغفل أن هناك جمعيات وهمية تشارك الجمعيات الجدية بالموارد، ولكن وبكل حال ما زالت الموارد التي تقدم من قبل الدولة للجمعيات دون المستوى بكثير. إن شاء الله. وأنا أقول لك وأنا حزين إنني مثلا لا أستطيع أن أضيف متوحدا واحدا إلى مؤسسة علاج التوحد، أو أن أضيف مشلولا إلى لأن الاعتمادات قد صرفت كلها، وما زلنا نحن نعيش على فتات مائدة موازنة 2004، وهذا بحد ذاته يجعل استمرار الوزارة في تقديم الخدمات نوعا من المعجزة. نعم نعم. طب معالي الوزير بالختام لجمعية بسمة، شو بتحب تقول لها وهي يعني مثال للجمعيات اللي عم بيشتغلوا فعليا للناس؟ يعني أنا بدي أقول لجمعية بسمة أنني أهنئ الذي ابتكر الاسم. شكرا. حلو. فهذا بحد ذاته هو تفاؤل مطلق. إنهم يقصدون أن يعني يغيروا معالم الأسى والحزن إلى بسمة. وأنا دائما أقول أن الرعاية تبدأ بالدرجة الأولى من إدخال السرور إلى قلوب المحتاجين. شكرا لك معالي الوزير رشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا سيدي. مدام ساندرا حضرت عبد النور، اللي قاله معالي الوزير شو بيعنيك اليوم من خلال اكيد ملتقى على الارقام؟ نعم. يعني وقت عم بيحكي عن 300,000 و500,000 ملتقى انه نعم. في مليون، وهذا شيء رقم كتير كبير، يعني عم نحكي عن ربع الشعب اللبناني اللي هو دون المستوى المعيشي الاكثر فقرا، يعني عم نحكي عن مليون، يعني نعم. شيء رقم كتير كبير، وعلما انه في مليونين لاجئ سوري بلبنان، يعني نعم. صار يعني لنا عدد كبير. انتم عم بتعاونوا اللبنانيه ولا كمان نحن من وقت ما تاسست بصمه بال 2002 نعم. الرساله تبعنا نهتم بالعائلات اللبنانيه صح، وهلا اكثر من اي وقت مضى نعم. اللبناني بحاجه لدعم اكثر من قبل، لانه بالوضع المزري اللي نحن فيه نعم. اللبناني صراحه عم بيموت من الجوع، عم بيطلع من شغله وعم بيطلع من بيته وعم بيلاقوا حاله عن طرقات، وما في حدا عم بيطلع فيهم مزبوط. طب تسمحي لي اقول لك انه يعني بكلامك ثقه، ببسمتك انتصار، تقولي انه احنا عم نشتغل
يعني غير مكترثين بالارقام، عم تشتغلوا دائما 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 نحو تقديم المساعدات للعائلات. قديش مهم نقول، واشرت انا بالبدايه للعنصر المادي، يعني العنصر المادي قديش ممكن يوفر بعض الامور ويصعب عليكم بعض الامور الثانيه. يعني اذا مش موجود عملنا منه موجود. مين عم بيساعدكم بهالمرحله؟ كل الشركات. نعم. نحن اشخاص افراد نتكل عائلات كثير على نعم. على الشركات. نعم. وعلى كل المؤسسات البرايفت. نعم. الخاصه اللي هن عم بيكونوا معنا وحدنا، مش دائما بيقدموا يعني الدعم المادي. نعم. على اكثر من حتى حتى يعني مثلا مواد غذائيه. نعم. للترميم البيوت اللي بيقدم بيتون واللي. نعم. بيقدم بلاط. نعم. واللي بيقدم هذا كله مشكور. وهلا بدنا نحكي بالتفاصيل عن كل برنامج ببرنامجه. يعني اليوم وقت اللي انت بدك تعملي برنامج كل السنه، بتوضعي ميزانيه معينه على اساسها بتتصرفي، ولا في احداث كبسمه كجمعيه بتشوفوا انه واجهتكم انتم بحاجه لخطه طوارئ، لاعلان حال طوارئ لتقديم المساعدات، لانه عدد الناس المحتاجين وللاسف عم بيزيد بلبنان. ولا شك، يعني ما في شك انه نحن الميزانيه اللي بنحطها باول السنه لكل برنامج. نعم. بيجي وقت من الاوقات بخلال السنه مجبورين نتخطيها او ندعمها او نجرب نشوف كيف بدنا نعمل تنقدر ندبر، لانه بيجينا. نعم. حالات طارئه ما فيك تقول لا ما عندنا الميزانيه، بدنا نجرب ندبر. واجمالا باذن الله دائما عم يتدبر كل شيء، يعني وعم نقدر نلبي طلبات العالم اللي عم بتكون طلبات، يعني عم بيكونوا مأساويه، يعني اللي قاعد على الطريق مع عائلته واللي ما عنده سقف، خاص بهالفتره اللي هي فتره نعرف كلنا برد وجوع، وهلا جايين على عيد ما حلو العالم تكون حزينه بهالفتره. خلي لي هيكي، ولكن اذا نحن بنحكي بالارقام، قديش عدد الاشخاص اللي انتم او العيال اللي انتم بتساعدوهم بكل صراحه؟ نحن انا في اقول لك كبرامج. نعم. يعني كبرامج طبعا. في اقول لك انه عندي 600 تلميذ انا نحن عم نأمن لهم قسطات مدرسيه وكل القرطاسيه وكل بشكل دايم. صح. وعندي 22 ساعه تدريس خاص لهالتلاميذ اللي عندهم مشاكل بالمدارس بالجمعه بالاسبوع، يعني كل اسبوع عندي 22 ساعه تدريس بعد الظهر. نعم. عنا وين عم بكون تدريس؟ ببدارو بمركزنا. عنا 20,000 وجبة ساخنة بالسنة منوزعون للمسنين وللعيال بمطعم البسمة اللي هو كمان ببدارو. 5,000 وجبة زيادة عن 20,000 منوزعون بالفان، عنا فان بيبرم بكل بيروت وبيوزع لكل المسنين اللي. نعم. مريضين واللي ما بيقدروا يوصلوا لمطعم البسمة. عندي 30,000 وحدة غذائية ووحدة تنظيف، يعني بالباكي هولي منوزعهم بالسنة لكل العائلات. من عندنا مكتب التوظيف تقريبا 500 جوب أوفر نحن بنقدر من أمامهم بالسنة. يعني عندي هول الأرقام هلأ غير المناسبات والأعياد والمنظر بكل المناسبات والأعياد عم بكون في لكم أنتم حضور ومشاركة. شغلة كل شهر عنا ل200 ولد، وهلأ إن الله راد بعيد الميلاد، هلأ بنحكي ببرنامج عيد الميلاد، بس عندي تقريبا 500 هدية شخصية، يعني اللي طالب جاكيت لارج لونها بني بيقدر يطلب بيرسونيل كل واحد. كل واحد بيرسونيل، مش شغلة يعني الشغلتين، يعني المرة اللي بدها طناجر من مين فيها مش تطلب. إنه نحن منجيب 100 بالون فوتبول أو 100 باربي، لا ما بنفرض الهدايا فرض، هن بيطلبوا كل واحد شو بده. في منهم بدهم كوستيوم مدرسه، في منهم بدهم يزبطوا سنينهم، كل واحد عيد الميلاد عنده طلب خاص. ونحن من 2006 كل سنه بنأمن كل هالطلبات لكل هالاشخاص. شو شروط تقديم هذه الطلبات؟ بده يكون منتسب للجمعيه؟ كيف بده يتواصل معكم؟ اكيد هن عيالنا، هن عيال. نعم. الجمعيه، يعني نحن بنعرفهم شخصيا واحد واحد، مش بس الاولاد، نحن بنهتم بالاولاد وبأهلهم وبالمسنين. طب والمجال حتى ينضم عائلات جديده او عوائل جديده لكم للاصدقاء اللي عم يسمعونا، شو بيعملوا؟ شروط انتساب. نعم. لجمعيه بصمه نحن عندنا شروط انتساب. شروط اكيد نحن يعني نحن بنهتم بالعيال الاكثر فقرا بالمجتمع، عندنا مساعدات اجتماعيات. نعم. اخصائيين نفسيين، عندنا خطه عمل، بننزل على الارض بنشوف البيوت بنعبي الاستماره انه تيفوت على بصمه، لانه وقت جيش كامل يعني اكيد اللي بده يفوت على بصمه في يبقى 10 سنين، انا عندي اولاد كان عمرهم 7 سنين اليوم عم بيتخرجوا من الجامعات وعم بفوتوا على الشغل، يعني تيفوت على هالبرامج لانه بنقدم كل شيء، بنرمم لهم بيوتهم، بنعلمهم، بنطببهم، المواد الغذائيه كلها مامنه، يعني وقتها مشان هيك كرمال ينتسب يصير بين عائله بصمه. نعم. نحن بنتاكد انه مضبوط
هو اكثر فقرا. طب ادويه، انا بدي اسمح يعني الواقع الصحي للناس كمان بتتولموا على جيتون كثير صعب الوضع الصحي، يعني بتعرف انه الادويه المزريه يعني للامراض المستعصيه هلا مفقوده يعني وللاسف في هالمرحله مفقوده، واصلا هي كثير غاليه وبتعرف انه بدهم اياهم كل شهر. نعم. وكل واحد عنده مش دواء يعني لست ادويه، يعني اذا بدنا نامن للكل بالشهر الميزانيه ما بتسمح لنا، بقى منجرب ندبر من التانية. انت ناشطه اكيد اكيد مندبر نحن، عندنا من الديسبانسير ومنشوف يعني كله بنعمل اورينتاسيون. نعم. نحن بننسق مع كل جمعيات المجتمع، الجمعيات اللي فيها القدر والقيمه كلها بنشتغل معها تنقدر نامن كل حاجات العائله. نحن يعني الواقع الصحي انتم يعني بتتولوا بتدفعي اقساط، ولكن حالات مرضيه عمليات عمليات بندفع، عمليات اسنان بندفع، عمليات بالمستشفى، اوقات كانسير دفعنا وشيميو دفعنا، يعني وقت الحاجه ما بنلاقي جمعيه تقدر تلبي الطلب نحن ما بنقول لا. بس مؤسسه ورئيسه جمعيه بسمه لبنان ساندرا خلاط عبد النور، ستنا كنا عم نحكي نحن انه بتامنوا انتم الوالدات يعني بدعوا التامين على الصحه، وهذا شيء كثير. نعم. كثير مهم، لانه تعرف العيال اللي عم نساعدها هي اكثر فقرا، وقت اقول اكثر فقرا يعني ما معهم يدفعوا سيرفيس، ما معهم اذا وقعوا فكشوا اجرهم ما معهم يروحوا على المستشفى. نعم. نهار الجمعه الماضي في مدام بعيال بصمه وقعت وتلفنت عم تبكي، شو بدي اعمل؟ قلنا روح على المستشفى صوريها لايدك. قال ما معي مصاري. قلت لها يعني ذكرناها انه عندها بطاقه التامين كانت ناسيتها، راحت صورتها ببلاش، طلع معها كسر، عملوا لها العمليه كلها من اولها لاخرها ما دايف على ليره، وهذا شيء كثير مهم وصاير معنا كل الكيات اللي قبل يعني. نعم. اللي بفوتوا بيعملوا عمليات وما بيدفعوا ليره، وهذا الشيء اهم من ما انه ندفع العمليه بحد ذاتها. طب يعني بموضوع الادويه الامراض المستعصيه يعني برجع انا بحب ذكر نحن من, نعم. من من يعني بنعمل اورينتاسيون بندبر، عندنا صيادله بنشتغل معهم صيدليات، عندنا بطاقه بصمه بيعرفوا انه نحن جايين من قبل بصمه، بيقدروا مثلا يساعدوا العائله بس لانه هن يعني، بس انه اكثر من هيك ما يعني نحن اوقات بنامن الدواء وقتها بتسكر او بنجرب ندبر من مستوصفات. طب من سنه لسنه، من يوم ليوم، من شهر لشهر، يعني انت بنستقبلك وبتحكي بكل هذه الثقه، يعني وانت على شو بترتكزي يعني باستمراريه التقديمات يلي انت فخوره فيها؟ ورح بعد شوي نشوف ريبورتاجات يعني او ريبورتاج كامل عن معنى العطاء يلي انت بتسعي له بالجمعيه. الثقه اللي نحن عايشين. نعم. فيها بتعملوا حفلات تبرعات أمور ثانية يعني لحتى نوضح للناس. أنت عم تحكي عن الثقة بالاستمرارية. طبعاً. يعني نحن عايشين أكيد من أول ما بلشت بصمة بال 2002 ما كان الهدف نعمل شيء ويتسكر، ما كان يعني عم نفتح. نعم. من الأول نحن عم نبني مؤسسة، ومؤسسة تدوم وتستمر وسنين وسنين، وإن شاء الله من بعد ما هلا معالي الوزير هنيكون على الاسم واختيار اسم بصمة. صح. يعني قديش مهم. أكيد، لأنه نحن هدفنا نرسم البسمات وهذا اللي عم نشوفه، وهذا هو الدافع للاستمرارية. نعم. لأنه إذا واحد بيشتغل وما بيشوف نتيجة بالأخير. نعم. بيقص. نحن وقت عم نشوف هالعيال كلها كيف وين كانت وين عم بتصير، هذا بيعطيك دافع تضلك مستمر. واضح. وتقدر تفيد عيال أكثر بالمجتمع. أنا وياكي سوا رح نشوف ريبورتاج ومن خلاله يعني إحنا منطمح لحتى يوصل الصوت أعلى وأعلى بيننا وبينك، ونقول للناس اللي عم يشكوا من فقدان الأمراض المستعصية مش مفترض أنه وزارة الصحة يتكرر معها هذا الشيء، مفترض كلنا سوا نتعاون لحتى نلاقي العلاج المطلوب، وإن شاء الله مع تشكيل الحكومة اليوم وبأسرع وقت هذا الموضوع ينتهي ويوصل إلى خواتيمه السعيدة. نشوف ريبورتاج سوا.
بدي احكي اليوم شوي عن المنطقة يلي فيها بيت الياس وسلوى، البيت يلي رممته بسمة بهالسنة بال 2016. المنطقة هي النبعة، منطقة فيها كل انواع المخاطر، ومنطقة فيها انحرافات، فيها خطر، الولاد على الطرقات، في ولاد منهم بمدارس، فيها كتير يعني اهمال، البلدية مش متابعتها كتير، ما في نظافة، في جرادين على الطريق، صراصير، هيدا كمان عم بخلي اوضاع البيوت كتير صعبة. كنا قاعدين بالبيت عم ناكل، دق علي الباب ناس قالوا من جمعية بسمة بدو يزبطوا لنا البيت، بيتنا كثير بده تزبيط، ما فيش خزان مطبخ ولا في صوفيات ولا في تخوتي للاولاد، وبدو تزبيط، بدنا براد، بدنا غاز فرن، بدنا غساله، بدنا كرسي حمام. صرت اشرح لهم الوضع، قالوا لي بنظبط لك اياه، بتوافق؟ قلت له طبعا، كن ممنونين كن انا. رسالتنا بجمعية بسمة انه نرسم البسمات على وجوه الناس، وبالاخص العيال المحتاجة يلي هي بحاجة لكل شيء. نحن بضمن عملنا عندنا برامج عديدة، من البرنامج الغذائي، الطب، التربوي، واهم شيء ترميم البيوت ومكتب التوظيف. ترميم البيوت منساعد العائلات خلال السنة بتجهيز البيوت، بس مرة بالسنة منرمم بيت بكامله، يعني من أبسط الأمور لنوصل لفرش البيت، لأنه من آمن أنه من أبسط حقوق الإنسان أنه يعيش بكرامة تحت سقف، وب يعني الأقل الأشياء المتوفرة له اللي نحن بنعتبرها بعائلتنا كأنه شيء عادي. جمعية بسمة بشتغل كتير، وقت إجوا زبطونا البيت وهي كان قبل فوضى على الأخير هي. أنا مجوز، عندي 5 أولاد، بيبي صغير ما عندهش تخت، بتنام على الصوفة، شافوا ما عندها تخت جابوا لها تخت، انبسطت كتير بالتخت، بتنام بالتخت، والأولاد بناموا على تخوتي. يعني صاروا كل سنة مختار بيت بمنطقة معينة، وهالسنة كان ببيت بالنبعة، بيت ياس وسلوى اللي عندهم 5 أولاد كتير صغار، عندهم بيبي. جينا وشفنا هذا البيت اللي ما فيه أبسط الأمور، يعني واحد ما بيتخيل أنه في عائلة أو أولاد يقدروا يعيشوا بهيك شروط وهيك جو. طاولة أكل ما في، تخت ما في، مغسلة ما في، تواليت ما في، شرايط الكهرباء وين ما كان فيهم يشرقتوا، بلاط ما في على البيتون عايشين، دوش ما في، كيف حدا بيقدر يعيش هيك؟ وبكره فكرنا انه الولاد بدهم يكبروا، وين بدهم يقعدوا يدرسوا؟ كيف بدهم يدرسوا؟ قبل كنتش تقدر تنام، يعني كانش في تخوتي، جابوا لنا صفايات مثل التخوتي بيفتحوا، تغير علينا كل شيء، انبسطوا الولاد فيهم. كناش نقدر مثلا ناكل بالمطبخ، صار فينا جابوا لنا طاوله وكراسي نقعد ناكل بالمطبخ. نحن وقتها منرمم بيت ما بيهمنا بس انه نحن حيلا رممنا وفلينا، نحن منرمي البيت كانه بيت بيتنا، لانه بدنا يكون حلو، يعني كل لامبادير، كل تابلو، كل كنبية، كل كستان بنفكر في هيدا، لا بيلبقى هيدا، لانه نحن نعتبر انه هن بدهم لازم يكون فيه الوان، فيه فرح، لانه الاولاد بدهم يكبروا بجو فيه فرح. اولاد كثير مبسوطين بالبيت، عم يناموا على التخت، تحسهم مثل مرتاحين، ما مثل قبل بيصير دهن وجعان. من خلال الترميم يلي عملته بسمة لهالبيت صاروا الولاد عايشين بمحل أأمن وأضمن لصحتهم. كل الأيام عم بيضلوا، هلأ لأنه صيفية وكتير شوب، عم بيضلوا قاعدين بقلب البيت بأوضة القعدة يلي عملتها بسمة، زبطتها بالأي سي، عم بيكون عنا كتير تخفيف لمخاطر
بفضل هالإعادة ترميم للبيت عم نجنبهم القعدة على الطريق، المخدرات، يمكن استغلال الأطفال يشوفوا أشياء مشبوهة، وكمان الأمراض، يعني عم نجنبهم كل أنواع الأمراض. بس ما بتهتم مش بس إنه بس ما هي رممت وعملت ديكور للبيت، بس ما بتفكر بأدق التفاصيل، عملت لهم علاج للصراصير والجرادين. اجت شركة بترش مرتين خلال ترميم البيت، بنرش على دفعتين، بعدين بيجي عمال نظافة مختصين تيكونوا عم بينظفوا، ما يضل في مخاطر على صحة الولاد تما يتسمموا. فالبيت صار صحي من كل النواحي، وأمن لهم الصحة النفسية والصحة الجسدية. كثير مرتاحين بهالبيت هلا، زبطوا لنا اياه. بحس الواحد كان ببيت ما بينقعد فيه صار بيت بينقعد فيه. ترميم بيت الياس وسلوى بيجي بإطار عملنا ببصمة، اللي هو ترميم العائلات المحتاجة ونوصلهم للاستقلالية المادية المعنوية والنفسية من خلال المساعدات على كل الأصعدة. وهذا فخر لنا نشوف كل هالعائلات اللي وقفت بصمة حدهم خلال كل هال 15 سنة، وين كانوا الأولاد وين صاروا اليوم، عم يتخرجوا من جامعات وعم بيقدروا بفضل بصمة ومكتب توظيف بصمة يفوتوا على أحسن شركات بلبنان. مشان هيك فينا نقول إنه بصمة هدفها هو محاربة الفقر وكسر حلقة الفقر وبناء مجتمع أفضل، لأنه منآمل إنه المجتمع مكون من عائلات، وقت العائلات بتكون عايشة ببيئة سليمة وهي سليمة، المجتمع كله بيصير سليم. بعتبر انه كل الاشخاص ان كان متطوعين او البنك الاسكان اللي هو مول المشروع من اوله لاخره، يعني نحن لو ما هو ما كنا قدرنا نقوم بهذا، لانه يعني التكلفه كبيره. احلى شيء وقت فرشنا اخر نهار البيت هي نشوف الفرحه بعيون الاولاد، كيف فاتوا، كيف صاروا يفتحوا الخزانات بالمطبخ، فاتوا على الحمام يشوفوا مغسله اول مره، بركي بيشوفوا مغسله ببيتهم، يغسلوا ايديهم. يعني ما كانوا عم بيصدقوا هالتحول، يعني كيف كان وكيف صار. كل الطرقات مع بسمة تؤدي إلى الخير، يعني الروبورتاج اللي كنا عم نشوفه هو حول جديد جمعية بسمة، ترميم وتأهيل منزل عائلة محتاجة بالنبعة برج حمود، وكنا حكينا عن فقدان الأدوية وهالروبورتاج اللي من خلاله بتمنى أنه أيضا يوصل الصوت. قبل ما نشوف الروبورتاج الثاني هلأ اللي كنا عم نشوفه، سؤال بديهي بيطرح نفسه، كلف؟ أكيد كلف كتير، وبدي أشكر بنك الإسكان اللي هو دفع المبلغ الكبير، اللي هن لو ما هن ما كنا قدرنا. بنك الإسكان هيك دفع؟ بنك الإسكان إجوا مش بس دفعوا، هن تطوعوا لابسين أصفر شفتهم بالفيلم. نعم. هن كل نعم. كل الموظفين، بدي أشكر الجراند هيلز، بدي أشكر موبيلي توب، بدي أشكر كل اللي عم مكر اللي بيقدم المطابخ بلاش. نحن مش بيت واحد نعمل بالسنة، هلأ نحن عم نرمي بيت بعين سعادة، ما منوقف كل السنة، ومش ترميم إنه دهنا وحطينا بردية، يعني مش الحال. السقف من نعمل منكسر، منعمر بيوت بواب. وصلتي قوية، يعني بدون رخص ترميم عم تشتغلي بقلب ال طب هو شو شفتك انت عم تكسري شباك صار بيت؟ منكسر لأنه معمول هيدا أوضة بيعيشوا فيها خمسة، الشباك بالأوضة بفوتوا من المطبخ، غيرتي قلبتهم بس يعني فينا نزيد المهندسة ساندرا. ايه مهندسة وهذا الشيء اللي بحبه أكتر شيء بقى. بس بدي أشكرهم كلهم، لكل هالأشخاص وهالشركات اللي عم بتساعدنا. نعم. هيدا الولاد مبسوطين بمغسلة، مغسلة مش موجودة بالبيت، ما كان عندهم بالبيت، أظام مش موجود، سقف بالحمام مش موجود، حاطين شرشف، يعني هلأ كله هيدا ما بيبين بالروبورتاج.
بس نعم. يعني أبسط الأمور مش موجودة عن كتير عيال لبنانية. شو يعني وقت اللي بتشوفي يعني هذه المعاناة أنت عم تسعي لبلسمة الجراح صح. وتقولي الأولاد قديش مبسوطين لفتك مبسوطين بالمغسلة مزبوط؟ هاي ايه مبسوطين عم بيفتحوا الغزينات ومبسوطين بالمغسلة كان أول مرة بحياتهم بشوفوا مغسلة مش شيء طبيعي بس هيدا دايما بحسه نقطة ببحر كم عائلة في هيك قدي نحن فينا نرمم قد ما فينا يعني قد ما في مساعدين وقد ما في شركات رح تدعمنا ما بدنا مصاري يقدموا مطابخ يقدموا مغاسل يقدموا بيتون يقدموا اللي بده اياه بس نحن بنتصرف بالموضوع وفينا نساعد عيال اكثر تعيش بكرامه كنتي. انا سالتك قلتي لي معرفتني قلت لك بلا بس انا عم بتفاجئ انت عم تنزلي انا اول وحده بنزل على الارض برافو لكن خلينا ناخذ بريك وبعده نشوف ريبورتاج حول فقدان الادويه الامراض المستعصيه يلي عم تتكرر بوزاره الصحه في لبنان نرجع نتابع معك اذا بريك ونرجع المهندسه مؤسسه ورئيسة جمعيه بسمه لبنان بنشوف ريبورتاج حول فقدان الادويه وبنرجع نتابع اوكي يعني هي مشكله كبيره اول مره بسمع انه هيك ما في ما بيقدروا يامنوا بس في حال وجد هالوضع اكيد نحن علينا دورنا كصيدلي نساعدهم المساعدة هي بتجي في حال أنا بعفو لهالشخص وبأمن له أنا بدفع تهو يجع يسترجع مصريته إن كان من الضمان أو كان من تعاونية هيك كلنا عم نتعاون مع بعض عم بساعده هذا صار أخلاقيا كمهنة صيدلي هلأ هون هيدا هو دور الصيدلي اليوم اللي هو بيلعب دوره مهنيا وضميريا لأنه هن في أصابع اتهام موجودة إنه الصيدلي تاجر هون لحنا من برهين إنه إحنا ما عنا فكة التجارة أبدا هون الوضع الإنساني ما في ربح في وراها أبدا أبدا بس في وضع إنه أنا بساعده ماكسيموم تهو يكفي علاجه لحين الدولة تاخد عنا هالحمل سكر مزراب شي محل سكر حنفية من محل واعطي لها المريض حقه واعطي لها العالم اللي هي مرضى حقهم أنا أكيد بيمشي كل شيء بيمشي في صرف أموال في بعزق أموال محلة مش محلة دونك هون اللي تكون محلة هو أهم شيء شو أهم شيء هو الطبابة أهم شيء الطبابة أهم من الحجر البشر أهم من الحجر صافي المريض بده يموت آخر شيء إذا ما في أدوية إذا بده ينطر الحكومة كذا شهر يعني مواصل كتير هلأ حياته بين إيدين الحكومة فإذا تجيبوا لهم الأدوية شو بدي اقول لك ما بعرف شو بدي اقول لك انه حرام يعني هالعالم هالبشر هالشعب شو كيف بده يعيش كيف بده يروح وين بده يجي كيف بده يتحكم كيف بده ياخذ ادويته لا شغله ولا عامله بهالبلد شو ما بعرف شو بدي احكي اكثر من هيك شو بدي اقول لك طيب بموت يعني واحد بموت يعني انه ما بجيب دواء كيف يعني هيدي خلي يموت لكن وارتاح يموتوا كل هالشعب يلي ما معه مصاري يلي ما يروح ينطم مش احلى حرام مواطن طيب يعني انه بده يتحمل والوزير لحاله ما في يتحمل يعني اذا ما اعطوه مصاري كيف بده يصير حاله لازم نلاقي له طريقه انه مؤقتيه لا يكون صار في وزاره جديده ويرجع كل شيء طبيعي بس اليوم ما بنحمل الوزير نحن كل شيء ليش من قبل ما يعملوا الحكومه تستقيل الحكومه ليش ما عمل مرسوم ومضى انه انا بحاجه لمصاري وبدي ساعد العالم بدي مشي وزارتي كتر خير وعم بشتغل ما احلى كفي بهالمشروع اللي كان فايت فيه عم بشتغل يعني للعالم عم بيساعد وكل العالم عم تحترمه يعني ما في شيء ابدا وهيدي نحن هيدي حاله البلد يعني شو بدنا نحكي ننطر الحكومه الجديده لتعمل مراسيم جديده يعني هذا ولا اختي شوي بالبيت معاقل عم نساعدها شوي من هون انا شوي وخي الثاني شوي لحتى نقدر بس نمشي الحال شو بدنا نعمل ما قادرين نعمل شيء وعندي امي بالبيت كمان بالبيت معاقه واختي الثانيه معاقه إذا وقفوا يعني حيدمرونا ما بعرف مين يقول لك شو بده بنتمنى انه ما يصير هذا الشيء بنتمنى هلا لهم 5 ايام متاخرين ما نعمل له وبتعرف لما هذا واحد بيوقف الدواء مشكله يعني ما عم بيشتغل وسعره ما حدا بيقدر يجيبه يعني ما بعرف المواطن شو بده يعمل شو الحل يعني دواء هالقد حقه 3 مليون مين بيشتري هذا ليش كل العالم عندهم تامين ضمان كل العالم عندهم ضمان وزارة مثل ما انك شايف ما بعرف ليش الشعب مبنج ما بعرف شو القصة هاي الشغلة بينسكت عنها ما بعرف هلا يمكن ما بعرف اذا في ادوية جاي نشوف هاي ما في كمان ما بيأمنوا لك شيء يعني واحد مريض لا شغل ولا دولة بتساعده وين بده يروح صرنا جمعتين ناطرين الدواء ما عنده ضمان ما عنده تأمين عن مين بده يروح
ما بيصير هالشيء. يعني الواحد بده يقعد يترجى الناس ولا كيف؟ اذا دولتنا ما بدها تساعدنا مين بده يساعدنا؟ وين بدنا نروح؟ يروحوا عند الوزير شو بدنا نقول له؟ اعطينا الدواء نوقف مثل الشحادين على البواب. طب ما مقهورين محومين ما عم بينام الليل، ما حدا عم بيحس فيه. ومين مين اي مين بده يحس فيك؟ ما نحن لبنانيه بالنهايه، اذا ما دولتنا سالت عنا مين بده يسال عنا؟ الله بعين، نتكل على الله. يعني وقت اللي بنسمع بأسى عم بيقولوا بنتكل على الله، وقت اللي بيزروك جمعيات كل أيام السنة، ولكن بمرحلة العيد بنلاحظ دايما للعطاء بيكون دوبل. يعني في له أهمية عند العائلة اللي بدها تأمن احتياجات بعد الاتكال على الله. أنتوا على مين بتتكلوا بهالمرحلة؟ هيدي مرحلة العيد بيزيد العطاء لحتى تقدروا أنتوا تأمنوا. نحن كمان بنتكل على الله. بعرف بيزيد العطاء من أفراد الشركات اللي بتدعمنا، بتدعمنا كل السنة، ما في شيء ما بيميزوا إنه عيد الميلاد. يعني هن الأفراد اللي بيحبوا يتبرعوا، بيحسوا إنه في عائلات محتاجة بهالعيد، ما عم بيفرحوا، ما عم بيحسوا بفرحة العيد، بيتبرعوا أكتر، بيجي تبرعات أكتر بوقت العيد. صح، من أفراد، من أشخاص كتار؟ لا مش كتير. من لبنان ولا بالوطن العربي؟ لبنان. نعم. من لبنان. أوكي، برنامج عيد الميلاد عندكم بجمعية بصمة، شو بتحبي تخبرينا عنه؟ نحن برنامج كتير مهم لألنا، والعيد كتير مهم لألنا. نعرف أنه أهميته كعائلة. يعني كم يوم؟ كم يوم البرنامج عندكم السنة؟ نحن كل الشهر ما منوقف، هلأ كله احتفالات. بلشنا من نوفمبر أول شيء نجمع الهدايا، مثل ما قلت لك هن هدايا شخصية، مش منجيب 100 سيارة أو 100 بالون. نحن عنا 500 هدية بس، 500 يعني اللي بده سجادة واللي بده هوفر واللي بده ما بعرف شو. نحن هول كلهم منأمنهم، بده برجال. في شيء ما بيتأمن صراحة؟ لا، كل سنة صراحة أنا بعت الهام، وكل سنة بيجي وبيفيد. مشان هيك إيه يعني دايما الله بيزيد وبيبارك، سبحان الله. إيه، ومنوزع، وهالهدايا بيتوزعوا خلال حفلة كتير كبيرة هالسنة رح تصير بالسيتي سنتر. بدي أشكرهم على دعمهم المتواصل، لأنه رح يقدموا الغداء والماجيك بلانت والبلانت 51 وال يعني الماكدونالد رح يقدم الغداء يعني ل 300 ولد. هيدي قصة كتير كبيرة، يعني نهار كامله، ورح يجي بابا نويل، ورح ينعمل حفلة وموسيقى وهيك. وفي كمان توزيع للهدايا خلال غدا للمسنين ب 22 الشهر بمطعم البسمة، بمطعمنا ببدارو. كمان رح يجوا، كمان بيكون في المنيو تبع نويل، يعني الحبشة وفي موسيقى وفي هدايا. تقريبا في شيء 60-70 مسن، وكلهم بيصلون الهدية هناك كمان مختارينا. وكمان نحن عنا برنامج مع متطوعين، بنروح بنزور كل العيال ببيوتهم مع مواد غذائية. في توزيع، تعرف نحن على مدار الأسبوع، يعني من التنين، نهار التنين لنهار السبت، كل يوم عنا وجبات غدا مجانية للمسنين وللعائلات، وتوزيع مواد غذائية. مشان هيك ما منوقف مطعمنا، وصرنا عم نقدم كمان عشوات، يعني بالإضافة للغدوات صار عنا العشوات. وعنا مثل ما قلت لك الفان اللي بيبرم بكل بيروت وبيوزع هالوجبات الساخنة لكل المحتاجين. سو ما بيوقف. شو بعد فيه يعني؟ وعنا تيوتورينج بعد الظهر، بيجوا التلاميذ بيدرسوا بعد الظهر. واخدين 30 ولد معزومين على الموفمبيك، كمان بدنا نشكرهم، ب 22 شهر كمان بعد الظهر، يحضروا كونسير وحفله. يعني نشاطات متواصله ما بتوقف. وعنا كثير متطوعين، بدي اشكر كل المدارس وكل الجامعات اللي عم بيبعتوا كل هالتلاميذ اللي عم بيساعدونا تنلفلف الهدايا، تنعربهم. تعرف مكتبنا هلا مثل ديبو كبير، لا مثل ايه، مثل معمل بابا نويل هلا. يعني بتفوت كثير حلو، يعني هيك بفرح القلب. حلوه حلوه هالفتره، فتره العيد اللي بنحب نشارك اكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجه. طب حكيتينا، يعني حكيتينا عن كثير نشاطات، يعني بتامل انه نشوفهم يعني مصورين مثل ما شفنا الريبورتاج بشوي. كله رح نصورهم اللي قدمتوا لنا اياه، لحتى نقدر يعني ننقل بالواقع صوت وصوره انتم شو عم بتقدموا. بالختام، مين بتحبي تشكري؟ شو بتحبي تقولي؟ الهوا لك، تفضلي. بدي أشكر
بدي اشكر تيلي ليبان، بدي اشكرك اول شيء لانه انت دائما بتدعي على برامجنا وعلى نعم. نشاطاتنا. وبدي اشكر دكتور طلال مقدسي لانه دائما بيقدموا كمان المواد الغذائيه ومواد التنظيف. بدي اشكر كل الكيترينجز اللي عم بيعطونا من تريتس للاريستا لتريليكا، كل المطاعم مثل بيروت سيلر، لو ما هن هودي بيقدموا دون اي مقابل صح، يعني هديه للناس المحتاجه بهالعيد، والله يزيد ويعطي اللي بيعطي. عم بيعطوا مواد غذائيه ووجبات ساخنه كل السنه، يعني نحن اللي عم نقدمهم مش ليفت اوفرز، عم نعطي وجبات مطبوخه خصيصا لهالعائلات ولهالمسنين. ان شاء الله دائما تبقوا بهالهمه ستنا. واهم شيء مكتب التوظيف اللي نحن من خلاله عم نقدر نوصل العائلات للاستقلاليه الماديه والمعنويه. بتعرف نحن بس ما مش تشاريتي بنجي بنقدم مساعدات، هو اللي اكيد واجبنا، بس نحن هدفنا وهذا اللي عملناه ب 15 سنه. بتعرف انه 2017 هي عيد ال 15، عم نعيد عيد ال 15. نحن وقت بنشوف العيال وين كانت وين صارت، هلا هن ما بقى بحاجه لبصمه، اللي تاهلوا وصاروا هن عندهم مطاعم وتخرجوا عم يشتغلوا باحسن شركات، وهيدي هي رساله البسمه. انا بدي اشكرك واقول لك اهلا وسهلا فيكي، بدي عيدك وعيد كل عيد وكل ميلاد وراس السنه وكل مناسبه، وانت وكل اللي عم بيعاونوك بالف خير. شكرا لك ساندرا خلاط عبد النور المهندسه ومؤسسه رئيسيه جمعيه بسمه لبنان، اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. اصدقائي انا بشكركم وبشكر متابعتكم، بكره بنلتقي معكم باطار مشاكل وحلول ضمن حلقه جديده. الى اللقاء.